ومن الحاجات المميزة كمان اللي ناقشناها معاكم في حلقتنا موضوع الفرصة التانية. هل كل الناس تستحق تاخد فرصة تانية في حياتنا؟ واللي كان ضيوفي فيها الدكتور أيمن الدهشان استشاري التنمية البشرية والكاتبة دينا توفيق. الفرصة التانية يا جماعة يمكن ناس كتير قوي بتعلق حياتها سنين وسنين، ممكن تبقيش مبسوطة في العلاقة دي، ممكن تبقى دي علاقة سامة، ممكن تبقى الجوازة دي مش بتاعتي، وبعد ما بنفصل باجي اقعد. في ناس بتضيع سنين من عمرها عشان تاخد الفرصة التانية، وفي ناس شاطرة تعرف ازاي تحسب الحسابات 1+1=2، خلاص انا خرجت من العلاقة، خلاص ادي لنفسي مهلة اتعافى ولازم ادخل في الفرصة التانية. ايه المشكلة يعني؟ ايه اللي هيحصل؟ لكن الفرصة التانية دي يتخلي حياتي حلوة واشوف عوض عمري ما شفته في حياتي واقول هو انا كنت مضيعة سنين على ايه؟ يا الفرصة التانية تنزلني سابع ارض. امتى اقرر ان انا ادي لنفسي فرصة تانية عشان اشوف حياة تانية، حياة جديدة، حياة صح اعرف اختار فيها صح، اتفادى الاخطاء والغلطات اللي انا شفتها وعشتها في حياتي اللي فاتت. حلقة الفرصة التانية تعالوا نشوف مع بعض. اقدر ادي فرصة ازاي تانية؟ يعني لو انا دلوقتي يعني ايه، هناخد الحالتين، انا دلوقتي مجروحة واه جوزي سابني واه خني واه عمل كل حاجة صعبة، ما قدرش العشرة، ما قدرش اللي انا عملته عشانه، لكن انا لسه بحبه وعايزة اديله فرصة تانية. هي طبعا الست ممكن على فكرة الست تسامح ده بس مش هتنسى. فهي علشان تبدأ تدي فرصة تانية أو تفتح صفحة جديدة لازم تحس فعلا إن البني آدم ده يعني هيقدر إنها هتدي الفرصة دي، يعني يعرف إنها هتعمل برضو من ناحيتها مجهود إنها هتعيش معاه حياة تاني بعد ما الحياة دي يعني كانت اتهدت. فلازم يكون فيه زي ما تقولي كده إيه، يعني بيفرش فرشة كويسة أو بيبين فعلا أنه المرة دي هتبقى مختلفة عن المرة اللي فاتت. طيب أحيانا يعني بقى نرجع للتنمية البشرية. يجي الست تقول له إيه، يعني أنا لو خنتك أنت هتعمل إيه؟ يعني السؤال اللي بيقفل أي رجوع. يعني طب أنت سبتني ومشيت ورحت شفت فرصة تانية، أنا لو عملت كده يعني هي دي بنسميها الرول بلاينج. يعني تعالى حط نفسك مكاني. انا دايما بقول ان مفيش قاعدة ثابتة، ويمكن نجيب محفوظ قال كلمة يمكن دي راسخة في ذهن المصريين والوطن العربي بالكامل. الفرصة التانية كالرصاصة التانية.